أنا أمي الشهيد حمزة جميل خريوش، وأنا مبسوطة وبفخر فيه وبرفع راسي فيه، وهذا اليوم اللي ابني بكى يتمنى، وكان كل يوم ما بدي أنزف أنا عريس، والحمد لله وأجى اليوم اللي نزف فيه عريس، برفع راسي بشهادته، بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم على كل جاسوس تجيهم ساعتهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لأنه أولادنا ما بيعرفوا اليهود يفوتوا عليهم، ما بيقدروا اليهود يصلوا لأولادنا، اللي بيصل لأولادنا هم الجواسيس، هم الخوانة منا وفينا، قاعدين معنا بأكلوا معنا بيشربوا معنا، ضيع أولادنا، ضيع ابن بلدك، أنت تضيع ابن بلدك، شو جايك من ابن بلدك؟ ليش؟ شو ليش ضيعته؟ ليش خسرته؟ شو اللي جايك؟ عشان بكيت دخان، عشان متين شيكل، تقتل روح، تقتل روح، ليش؟ ولك إذا الشاب ابني، إذا ابني بكى بكثير روح، جيت أنت قتلت الجاسوس، شضل فيها، بس أنا الحمد لله بفتخر إنه ابني شهيد، وبرفع راسي فيه، وبمشي قدام كل الأم العربية بقول أنا مبسوطة بحمزة جميل خريوش، والحمد لله، صح نار بتغلب كلبي، صح صعب الإشي، بس الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نار بتغلب بس الحمد لله.